ووصلنا سوا لفقرة شو عم تعمل. ضيفنا اليوم موهبته سبقته لعالم الأضواء، رغم أنه دكتور إلا أنه حبه للتمثيل والتقديم جعل منه شخصية مصرية محبوبة من كل الأطراف. عم بحكي عن النجم مروان المسلم. مساء الخير مروان. مساء الخير يا سيرج، إيه الأخبار؟ أخبارك إيه يا مروان؟ أخبار مصر إيه؟ الحمد لله، بتسلم عليك وكل سنة طيبين. وهاي جورجات، أنا عارف إن جورجات معك. هاي مروان، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كيف؟ مصر بتسلم عليكم كتير ومشتاق لكم كتير. هاي يلا ان شاء الله بنزور بالوقت القريب كمان، بس هيك تفضى الاوضاع كلها سوا، خاصه نحن صرنا بزمن الكورونا. عم تتواصل مع الناس؟ عم تطلع برات بيتك؟ خبرني اكثر مروان. بقينا بنطلع خلاص، بقينا بنطلع. انا من اول ما فتحوا بقيت بطلع، بنلبس الكمامات ومعنا الكحول ومعنا كل الحاجات بتاعتنا، بس بننزل يعني، خلاص تعبنا عايزين نشوف ناس يعني. وحشتنا الناس. عن جد وحشتنا الناس. اليوم بنقلك دكتور مروان، اكيد مع انك حبيت الطب وبتحبه بشكل كبير، ولكن حبك للتمثيل والتقديم اكبر. ليش ما كفيت بعالم الطب كمان بنفس الوقت؟ والله يعني بيتعارض ساعات مع وقت التصوير، بس برضو انا مش سايب خالص يعني. انا عندي كلينيك بشتغل فيها، بس يعني انا الوحيد اللي بشتغل طب في وقت الفراغ، ما كنتش عندي تمثيل، فتلاقيني بشتغل طب شويه. يعني يمكن الفتره اللي فاتت، يمكن فتره الكورونا دي، احنا وقفنا التصوير وقفنا كل حاجه، فرجعت شويه بمارس حاليا الطب حبه. حلو حلو. مروان، من انت وصغير بالمدرسه كنت تمثل مسرحيات بالمصري وباللغه الاجنبيه، مزبوط؟ حقيقه ذكرته عني جامد. بعمل مسرحيات، حاجات زي شكسبير وحاجات كده، وحاجات من الادب العالمي. يمكن مسرحيات شكسبير من اجمل المسرحيات. وعملت حاجات برضه، في حاجات من الادب العالمي يعني، يمكن في روايه مشهوره اسمها سفينه نوح، برضه عملتها مسرحيات بتعمل نوح. فالمسرحيه دي برضه كانت حلوه. وحاليا انا نفسي تاني ان احنا يعني يمكن ده خبر بقوله يمكن اول مره، ان احنا بندور على نص مسرحي، يمكن انا وكم حد تاني من الممثلين، ان احنا فعلا نفسنا المسرح. لان انت لما تيجي تراجع التاريخ المصري في الفن، هتلاقي ان المسرح ليه علامات كبيره يعني. عندك مسرحيات كده دايما كل عيد، بمناسبه ان احنا في العيد كل سنه وانتم طيبين يعني، دايما في العيد هتلاقي في حاجات وانت طيب، رايه وسكينه، العيال كبرت، مدرسه ام شغبين، سك على بناتك. ففي علامات دايما في تاريخ المسرح، بس للاسف ريسنتلي المسرح ما بقاش موجود بالشكل التقليدي الحلو اللي هو اللي يعمل منه تراث يعني. يمكن بقت موجوده كلها حاجات سكتشات يعني، بس مش مسرح، مش روايات يعني. صحيح صحيح. انت بتحب الرعب مروان؟ يعني بيستهويك هيدا الشيء لدرجه انه اخر فيلم قمت فيه هو اسمه بيت ست، وكان فيلم رعب. خبرنا اكثر عن هيدا الفيلم وشو غرامك للرعب، خبرني. بص خليني اقول لك بقى حكايه الفيلم ده. انا فيلم، انا عامه بحب الرعب بس في افلام بره يعني، مش مصريه. بس لما كلموني على الفيلم ده في الاول قلت لا خالص، لان التجارب يمكن المصريه مش ما كانتش ناجحه قوي في السنين الاخرانيه. بس اول ما عرفت على الحاجات اللي هم ناويين يعملوها وجرافيكس جديده اللي يمكن ما اتعملتش. صحيح، كان اول فيلم رعب مصري مع جرافيكس يعني، كانت بطوله. الحمد لله، وجرافيكس كانت معموله حلوه قوي يعني. يمكن كان احمد تعب اللي هو كان بيعمل جرافيكس، عمل فعلا شغل حلو جدا 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 يعني. انا بتفرج على الفيلم في السينما، ما اعتقد، وده يمكن اتقالت لي كمان من ناس كتير شافت الفيلم، ان يمكن ما شفناش فيلم مصري معمول فيه الجرافيكس بالمنظر ده قبل كده يعني. فدي كانت حاجه بسطاني جدا ان احنا نكون اول ناس خدنا التجربه دي وعملنا النوعيه دي من الافلام بالشكل الحديث اللي الناس مش عارفاه يعني، او مش متعوده عليه من افلام مصريه يعني. صحيح. يعني معقول العمل المسرحي اللي تفضلت وحكيت عنه قبل شوي مروان يكون من هيدا النوع؟ لانه ما حددت شو نوع العمل المسرحي اللي حابب تعمله، معقول يكون شيء مرتبط المسرح؟ بدك ترعبنا كمان على المسرح؟ لا لا لا. المسرح لازم ما تعملش الحركات دي، انا قلبي ضعيف. لا 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 لا، المسرح لازم يعني. خلينا انا مع المسرح الكوميدي بشكل كبير يعني. يبقى في قصه وفي روايه وفي حاجه، بس المسرح المتعارف عليه واللي بيعيش اللي هو من ناحيه الكوميدي، لازم يبقى في مسج وفي يعني روايه بتتقال، لكن في الاخر في كوميديا وفي ناس خارجه تنبسط يعني.
فان حد عشان تخلي الجمهور نفسه ينزل ويروح لك المسرح، محدش رايح يتنكد عليه في المسرح، محدش بيحب النوعيه دي. في ناس غاويه انها تروح تلعب في السينما، لكن المسرح بالذات لا، الناس متعارف عليه ان كوميدي، الناس هتروح عشان الكوميدي. صحيح صحيح 100%. مظبوط. وهلا خصوصا بهالوقت عبالنا كثير نضحك. مين من الاشخاص يلي بيجوا على بالك انه توقف قدامهم هيك بالمسرحيه، من الكبار يلي كانوا قدموا اعمال كوميديه مسرحيه قديما؟ انا حاسس انك حتقول عادل امام الزعيم. خدت الكلمه من على بوقي. ما انا عارف، ما انا عارف ده نجم يعني ملوش مثيل. نتكلم على مسرح يعني لازم نذكر الاستاذ عادل امام طبعا، يعني الزعيم. يمكن انا اشتركت في مسلسل مأمون وشركاء بس طلعت كضيف شرف وما كانش ليا الحظ ان انا ابقى قدامه يعني، بس يعني كنت في المسلسل بتاعه فكنت مبسوط جدا ان انا طلعت في مسلسله، واتمنى ان انا اقدمه على مسرح طبعا. خلي بالك ان انت عندك، خلينا نتكلم بقى بشكل صريح، ان انت عندك الجيل الكبار دول العظام ربنا يديهم الصحه. صحيح. يعني استاذ عادل امام، سيده سهير البابلي، في استاذ محمد صبحي، في ناس كثيره عمالقه مسرح، بس يمكن هم يعني مؤخرا ما بقوش بيشتغلوا مسرح، وفي جيل تاني يمكن ما اشتغلوش مسرح او اشتغلوا مسرح في بداياتهم. فانا حاسس ان المفروض يتخلق جيل جديد كله طالع من المسرح، ولو بصيت حتى نجوم دلوقتي اللي موجودين كلهم يعني كلهم طلعوا من المسرح بس بعد كده توجهوا للسينما يعني. طيب في شيء لفتني بشكل كتير كبير، وخاصة أنا عم تدخل على العالم الأجنبي وكنت عم تحضر لفيلم، هذا فيلم اسمه Jesus and the Others. Jesus and the Others، خبرنا عنه أكثر، بدي هيك شوية ديتيلز. والله الفيلم ده احنا يعني لولا كورونا كان زماننا صورنا وخلصنا. احنا يمكن الفيلم ده كان المفروض ان احنا كنا نصور شهر 4 اللي فات تقريبا، فاحنا وقعدنا بنحضر من اخر السنه اللي فاتت، من اخر 2019 كنا بنحضر، لان هو فيلم كبير قوي، فيلم يعني بيشارك فيه ممثلين اجانب طبعا. ديتيلز بدي اعرف مين كانوا الممثلين. ديتيلز مش هينفع اقول. ده انت ما هقول لك يعني، هقول لك من مصر في كام حد برضو يعني مضوا، كان انجي وجدان وبشرى، وكان من عندكم من لبنان نيكولا معوض حبيبي نيكولا. فكنا المفروض ان احنا بنحضر، حتى يمكن انا كنت اعتذرت عن كل الحاجات بتاعت رمضان والكلام ده كله عشان ان احنا نتفرغ للفيلم، ان احنا هنسافر، الفيلم هيصور في المغرب وايطاليا، فانا قلت لا خلاص الفتره دي شهر 4 فهبقى مسافر وكده، فانا اعتذرت من هنا وجات الكورونا من هنا للاسف. الكورونا خربت الدنيا كلها. بس خليني اقول ان هي طبعا ان شاء الله يعني فيلم ما يتعمل، هي ستاب لطيفه وانا بسعى لها بقالي كتير، ان انا يعني انا طبعا انا بحب السينما حب فظيع، فطبعا ان انا امثل في بره وبالانجلش مع ممثلين اجانب وفيلم برودكشن ضخم جدا جدا جدا، وموضوع يعني طبعا جيسس يعني الناس. انت دورك ايه بيكون بالفيلم؟ طيب هديك هنت صغيره كده. أوكي. يعني هو الفيلم هيتناول رحله العائله المقدسه في مصر. اوكي. فكلنا كل المصريين او العرب اللي طالعين في الفيلم كلنا شخصيات هم هيقابلوها لما بييجوا في خلال رحله العائله المقدسه في مصر، يعني فانا طالع شخص مصري بس يعني بيقابلوه، بس مش عارف اكتر منه. رح يتصور ببلد معين مروان ولا بكذا بلد؟ بالمغرب وايطاليا. المغرب وايطاليا. حتى نحكي شوي عن التقديم مروان، واكيد نحن بانتظار كل شيء عمل لك. خبرني بعالم التقديم، شو عندك شيء جديد ولا بعدنا بنتذكر كل شيء قصص عملته؟ والله بص، انا طبعا انت عارف انا كنت عملت البرنامج كلام في سرك مع رفاعه شلبوب، ويمكن طلعت بعد كده برضه عملت حاجات صغيره مع دودي شو، طلعت مره معاها قدمنا حلقه كسرت الدنيا، وعملت مع استاذه جيهان منصور كمان، بس يمكن البرنامج الكبير كان مع رغده طبعا، ورغده الزهري اكيد مع رغده من لبنان، وبسلم عليها بالمناسبه دي. تحيه كتير كبيره للاعلاميه رغده شلهوب. في فكره برنامج تاني كنا شغالين عليها برضو، بس كان فيها سفر بره، ان هو كان هيتصور بره برضو مش هيتصور في مصر، فبرضو يعني معلق حاليا ده برضو. كله على الان، ده كله على الان، ما بقول لك الكورونا وقفت كل حاجه. بس دلوقتي بما ان بقول لك يعني اللي حاليا بنعمله، بما ان المسرح رجع يفتح، يعني في مسرحيات على فكره اشتغلت خلاص في العيد دلوقتي في مصر اهو، المسرح رجع، فاحنا حاليا اللي شايفين ان هو اوقع حاجه ممكن تتعمل ان احنا نبتدي بندور على نص مسرحي ان احنا نعمل بيه مسرحيه.
لغايه ما بقيت في حاجات ربنا يكرمنا وكورونا تمشي يا رب. الله يكرمك اكيد. خلينا ننتقل لتطبيق تيك توك يلي هلا ترند بالزمن الحاضر. انت مروان كثير اكتف على التيك توك، خبرنا شوي كيف لقيت حالك ان بالاجواء ولا كيف مع الفيديوهات اللي بتنزلها؟ تيك توك ده قصه غريبه جدا بالنسبه لي، يعني تيك توك ده اصلا ما كنتش بفهمه وما كنتش بحبه وما كنتش بقى ولا كنت منزله ولا حاجه. انا من الكارانتين الفتره اللي فاتت دي ما قعدنا في البيت صرت مدمن على تيك توك. فوت على تيك توك دخلنا كلنا هنا. فايس فجاه انا بقول لك انا بعمل فيديوز، قلت حتى ايه، قلت انا مش هعمل له شير على انستغرام ولا احطه على البيج عندي على فيسبوك، قلت انا خليه كده اصحابي وبنلعب مع بعض. اللي حصل كان غريب يعني الصراحه، ان انا يعني الافات دخلت وفي فيديو عندي عدى لسه كان معدي 1,100,000 مشاهده وفي فيديو ثاني 700,000. فاللي هو الموضوع انا اصلا كان قال لي ان تيك توك دلوقتي حاليا هو عليه اكتر يعني مش ترندنج او عليه اكتر اتقال عليها اي ترافيك. فبس انا ما كنتش مصدق صراحه، انا كنت دايما انا مهتم تلاقيني اكتر بالانستغرام اكتر حاجه. انا حلو مروان، شو رايك سوا نلعب لعبه سريعه جدا ونشوف قد ايه درجه السرعه عندك بالاجوبه؟ وعدني انك حتكون سريع جدا على الاسئله السريعه. ماشي يلا. ماشي ماشي، اسئله سهله بقى. اوكي. يلا هلا بتعرف. يلا بنبلش سوا. رح نبلش بافضل فنان مصري. احمد زكي. افضل نهار بالاسبوع من الاثنين للاحد. الجمعه من الاحد. اوكي. افضل فنان اجنبي مروان. رابيد. قد ايه عمرك مروان؟ دي كم سنه؟ عم بتكون بطيء يا مروان، اسرع اسرع اسرع. 40 40 يلا. اجمل اغنيه على طول بتسمعها؟ اجمل اغنيه اسرع بسمعها فاتك جنبنا عبد الحليم حافظ. واو. مين مثلك الاعلى او الايدل؟ احمد زكي برضه. اوكي. اطيب اكله؟ اطيب اكله سوشي. واو. سوشي. واخر مسلسل حضرته؟ اخر مسلسل اللي حضرته رمضان كان ايه؟ نسيت بس اتفرجت على كده. برنس. يلا باس. قول باس قول باس. برنس محمد رمضان. برنس محمد رمضان. اول مليون دولار شو بتعمل فيها؟ اول مليون حنت الكلب. واو. لما تتزوج رؤيتك اول ولد شو بتسميه؟ عثمان. عثمان. شو برجك مروان؟ شو العزراء. برجك؟ العذراء. الإيجابية بحياتك قد ايه بتحط لها علامة على 10؟ 9 من 10. حفلتين معزوم عليهم، واحدة لمحمد رمضان والثانية لتامر حسني، بنفس الوقت، لعند مين بتروح؟ تامر حسني. تامر حسني. واليوم كمان الممثلين المصريين دايما عم بيتفوقوا يوم بعد يوم. اليوم لما فاتوا على الدراما العدو الصهيوني الاسرائيلي، انت مع ولا ضد ولا لانه في سلام بمصر عادي؟ لا ده سؤال واقع مني اصلا. ما فهمت. ما فهمتش السؤال. يعني اليوم عم شوف بعض النجوم المصريين عم بفوتوا على الدراما الاسرائيليه باسرائيل. ضد. انت ضد. جنسيه غير المصريه بتحب ترفقها للجنسيه المصريه؟ اللبنانيه. الله عليك. أهلا يا مروان. اهلا وسهلا فيك يا مروان. اخر مره ساعدت فيها اوكي، اخر مره ساعدت فيها حدا بحاجه لمساعده كانت ايمتى؟ مرة ساعدت فيها حاجة بتاعتها امبارح. امبارح. اوكي. مروان مسلم شكرا لك، واكيد ناطرين كل شيء جديد لك، وان شاء الله يا رب نشوفك بلبنان وتكون ضيفنا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لكم جدا، ميرسي جدا جدا، انبسطت جدا اني كنت معاكم. وشرف لنا. ميرسي، اشوفكم على خير، كلكم طيبين. وبننتقل سوا مشاهدينا للجولة على السوشيال ميديا.